أصابك عشق أم رميت بأسهمي؟ فما هذه إلا سجية مغرمي؟ ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمال ونغمي. أصابك عشق أم رميت بأسهمي؟ فما هذه إلا سجية مغرمي؟ ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمال ونغمي. أيا داعيا بذكر العامريه انني اغار عليها من فم المتكلم، اغار عليها من ثيابها اذا لبستها فوق جسم منعم. تقبلنا ثغرها إذا وضعتها موضع اللدم في الفم، أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكلام المغمغم. وأحسد كاسات تقبلنا ثغرها إذا وضعتها موضع اللتم في الفمِ.